مش قادرين يبقى نتمنى ان المدير الفني يقول لي انت معايا النهارده بس هتشترك تاني تايم يعني لو احتاجتك ويريحني ماتش. بتبقى لغه كده بين اللعيبه والاداره يعني. صحيح كابتن ربيع، خليني اكلمك برضو يعني من وجهه نظر كابتن ربيع النهارده، المباراه وصعوبتها بالنسبه لكابتن ربيع وكابتن حسام البدري والفريق النهارده. مفيش مباراه سهله للنادي الاهلي، لكن طيب واحنا بنتكلم كابتن وبتكلم حضرتك، طبعا فريقنا وصل لارض ملعب بتروسبورت صفوت خام عليه مباراه اليوم، وان شاء الله التوفيق ليهم ان شاء الله ويبقى الاستعداد جيد لهذه المباراه. اتفضل يا كابتن. طبيعي جدا ان فريق دجله طبعا بعمل حسابه كويس جدا، وخاصه انه كسب 3 ماتشات ورا بعض بجهاز جديد، بطموح جديد، بتخطيط جديد، بنظام جديد بفني.